طيب يمكن في الفترة اللي فاتت كان في شوية جدل في الأيام الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة بمناسبة مباراة القمة ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك يوم 18 إن شاء الله. حضراتكم عارفين من يمكن من يعني سنين طويلة جدا النادي الأهلي ونادي الزمالك بيكون الحكام حكام دولية أوروبية من على المستوى الأوروبي. يمكن اتحاد الكرة في الأيام اللي فاتت كده زي ما بقول لحضراتكم يمكن طلع يعني شوية فرقعة كده بيقول لا احنا عندنا مشكلة في استخدام بعض الحكام الأجانب علشان فيروس كورونا، وبدأ بالفعل يعني يطلع بعض أسماء الحكام المصريين المرشحين لإدارة مباراة النادي الأهلي والزمالك. لكن عايز اقول لحضراتكم ان يمكن النادي النهارده نادي الزمالك قدم يعني بيقول لا احنا متمسكين ان يكون المباراه فيها حكام اجانب. كذلك كمان النادي الاهلي، لان اتحاد الكوره قال لا النادي الاهلي موافق، لا النادي الاهلي مش موافق، النادي الاهلي يعني متمسك برايه وده في صالح الجميع في الظروف الحاليه اللي بنمر بيها او في خلال مشوار الدوري. من الطبيعي جدا جدا ان يكون الحكام اجانب. النهارده كمان كابتن محمود الخطيب رئيس نادي كان يعني بيقدر اكيد يعني بيعبر عن تقديره الكبير للتحكيم المصري والحكم المصري، وكمان بياكد ان المطالبه باسناد مباراه القمه ان شاء الله يوم 18 اللي جاي لحكام اجانب ده لا يعني ابدا التقليل من شان الحكم المصري، بالعكس كلنا سبورت للحكام المصريين وكلنا دايما وراء الحكام المصريين. لكن كمان عايز اقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب لا يعني حتى في خلال يمكن وجوده في الاحتفاليه اللي فاتت بمناسبه اليوم العالمي للرياضه لنشر السلام، اعتقد كمان كان في لقاء مع السيد احمد مجاهد وقال له ان احنا متمسكين براينا انه يكون في حكام اجانب موجودين في مباراه النادي الاهلي والنادي الزمالك كالعاده. يعني كان اتحاد الكوره كمان خلي بالك يا سام انه كان بيقول بيعين حكام لمباراه المباراه القادمه وكمان مباراه القمه الثانيه اللي هتقام في ابريل. فاعتقادي الشخصي لا النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بكل امانه وبكل صراحه قال الاستاذ احمد مجاهد لا احنا بنحترم التحكيم المصري، ولكن عندك من الوقت الكافي انك تبعت لحكام اجانب من الصف الاول من الدوريات الاوروبيه الكبيره علشان تحكم هذه المباراه. وفي اعتقادي الشخصي ده في صالح كمان الدوري، في صالح الكره المصريه دلوقتي، كلنا سبورت للحكام المصريين، كلنا بندعم الحكام المصريين، لكن انا بتكلم على موقف النادي الاهلي اللي كان صريح جدا ان الكابتن محمود الخطيب قال للسيد احمد مجاهد احنا متمسكين او احنا رافضين التحكيم المصري دلوقتي، لكن كل التقدير ليه، لكن عايزين حكام اجانب. يعني ده اللي نصا يمكن الكابتن محمود الخطيب قاله لما قال انا التقيت بالمهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره من يومين في احتفاليه طبعا اليوم الدولي للرياضه من اجل السلام، وده يمكن غطيناه هنا كمان مع حضراتكم، ودي اقيمت او كانت بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. والحقيقه السيد احمد مجاهد ابدى رغبته في منح الفرصه للتحكيم المصري في هذا اللقاء، فكان رد رئيس النادي كابتن محمود الخطيب واضح في هذا الشان بانه الفتره الحاليه لا تحتمل ذلك، ولابد من اختيار طاقم تحكيم اجنبي في مباراه القمه تحديدا من طبعا التصنيف الاول على المستوى او مستوى العالم. لكن يمكن كمان هذا المحكم او هذا التحكيم يعني هيكون صاحب اكيد خبرات دوليه كبيره، وان في وقت الحقيقه وانه كاف يعني اتحاد الكوره يقوم بمخاطبه الاتحادات الاوروبيه في هذا الشان. ده اللي اتقال ان في وقت كافي وان النادي الاهلي بيطلب حكام اجانب. وتاني بنكرر ان الكابتن محمود كمان قال ان كل التقدير لحكامنا المصريين ودايما سبورت، لكن فعلا الوقت مش مناسب دلوقتي. وده مش يعني انا لا كمان ليا اصدقاء كتير على مستوى نادي الزمالك كلهم اصدقاء وكلهم كانوا بيتكلموا في نفس المنطق ان احنا يعني مش في الوقت دوت الافضل وجود حكام اجانب، وده مطلب النادي الاهلي واكيد اعتقد كمان مطلب نادي الزمالك.